بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة إذا كان الشعر مدرج أو مدرج، أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب، أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية حسب طوله؟ هذا السؤال الشق الأول. وماذا تفعل المرأة التي لم تقصر إلا جزءا واحدا من شعرها، أي في نهايته فقط، حال إحرامها بالعمرة ثم تحللت منها وأحرمت بالحج؟ يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال، وهو أن تقص من شعرها شعرات قليلات، وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله، وإنما فقط من أسفل الشعر، وبذلك تتحلل. فما جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي للتحلل وبس. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير.